الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يخفى على إخواننا جميعا أن الصراع بين الحق والباطل أمر قديم قدم بعثة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالحق، ولا شك أن الحق لا يقبله كل الناس، فلذلك وقع صدام وصراع بين الحق والباطل. هذا الموضوع ومناسبته ما أثير في هذه الأسابيع الأخيرة، والأمر ليس بجديد في الحقيقة، وهو الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ونشر تلك الرسوم المسيئة التي تولى كبرها في هذه الأسابيع هذا الأبتر الذي يرأس بلد فرنسا. فستكون إن شاء الله تعالى كلمات ومقاطع تتندن حول هذا الموضوع من باب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عاقبة من تعرض له. وآثرت أن أبدأ في هذا المقطع الأول بذكر الصراع بين الحق والباطل، لأنه إذا تبين هذا فإننا نفهم لماذا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يؤذون المسلمين. ولا شك أن من رجع إلى نصوص القرآن وإلى نصوص الوحي عموما فإنه يجد الجواب واضحا وجليا، ولا يبقى عنده شيء من التعجب ولا شيء من الاستغراب، لأن هذا الأمر أمر يعني لا بد أن يقع، هذا أمر لا بد أن يقع. وأنتم تعلمون أن في بدء البشرية لما خلق الله عز وجل آدم فإن إبليس تعرض له بالعداوة. الله عز وجل يعني لما أمر الملائكة بالسجود لآدم، هذا تشريف لهذا النبي ورفع لمقامه ولدرجته، ولم يؤذي إبليس في شيء، ولكن إبليس استكبر وأبى وتعاظم في نفسه فناصب العداوة لأبينا آدم عليه السلام. طيب، ما الفرق بين إبليس وبين أتباعه إلى قيام الساعة؟ لا فرق، فإنهم يتولون عداوة الصالحين المصلحين، يعني كل من كان مبطلا فإنه يعادي المحق، كل من كان مبطلا فإنه يعادي المحق. وقع ذلك أيضا في ابني آدم، يقول الله عز وجل في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب، هذان رجلان أخوان قرب كل منهما قربانا فتقبل الله عز وجل من أحدهما لما علم من صدقه وإخلاصه وعبادته، ولم يتقبل من الآخر لما علم من فجوره وطغيانه وكفره، لم يتقبل منه قربانه. وهذا أمر الله عز وجل، يعني يفعل ما يشاء، وكانت النار تأتي فتأكل قربانا يعني من أهدى شيئا لله عز وجل فتقبله منه، وإذا لم تأتي تلك النار ولم تأكل ذلك القربان فإن هذا فيه دلالة على أنه مردود عليه ولا يقبل الله منه. طيب، ماذا فعل هذا الرجل؟ قال: لأقتلنك. طيب، هو ما آذاه ولا عاداه ولا شتمه ولا ضربه ولا صنع شيئا، وإنما قرب قربانا لله عز وجل فتقبله الله منه. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فلو كان هذا الرجل يعني مريدا للحق لا حاول أن يتقي ربه عز وجل وأن يصلح نفسه وأن يزكيها من أجل
أن يتقبل الله عز وجل قربانه كما تقبل قربان أخي. إذن تلاحظون بأن الصراع بين الحق والباطل ربما لا يكون له سبب ظاهر، وإنما هو مجرد هوى، مجرد حسد، مجرد استكبار، مجرد كره للحق وللمحقين وللصالحين وللمصلحين، وهذا يتكرر في كل زمان وفي كل مكان. طبعا تعلمون في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه، وكان رسول قريش وكان يومئذ على الشرك، والقصة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهي قصة طويلة في ذلك الحوار الشهير. فأريد منه أن هرقل كان يسأل تلك السؤالات يعني للدقيق، قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذابا عند قريش، بل كان صادقا وكان أمينا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. إذن لم يكن من أهل الغدر، بل كان من أهل الوفاء. فقال له: فبما يأمركم؟ يعني هذا الرسول الذي نصبتم له العداء، أو هذا الرجل الذي نصبتم له العداء وأردتم قتاله وجمعتم قبائل الأعرب من أجل استئصاله وإخراجه وسجنه وإذايته، بما يأمركم؟ يعني لعله يأمركم بشيء قبيح، لعله يأمركم بشيء لا تقبله الفطر. فانظروا إلى جواب أبي سفيان رضي الله عنه، قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. بالله عليكم، رجل يدعو إلى هذه الخصال كيف يحارب وكيف يعادى؟ يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، يعني أنتم لا تريدون الصدق، تريدون الكذب، لا تريدون العفاف، تريدون الفجور، لا تريدون الوفاء بالعهود، تريدون الغدر، لا تريدون أداء الأمانة، تريدون الخيانة. طيب، هذا الرجل يأمركم بهذه الخصال الحميدة، فإما أن تتبعوه وإما على الأقل أن تدعوا نصب العداء له، هذا أقل ما يمكن أن تفعله. إذن حتى تعلموا أن قضية معاداة أهل الحق وأهل الصلاح وأهل الإصلاح هي مسألة متجدرة في نفوس المبطلين، لأن هذا مما يشعرهم بالنقص الذي هو كامن في دواخلهم. أيضا يقول الله عز وجل في قصة لوط عليه السلام، وتعلمون أن لوطا كان يعيش في قوم ابتلوا بفاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، حيث كانوا يشتهون الذكران من العالمين ويأتونهم ويفضلونهم على النساء اللاتي جعلهن الله عز وجل فراشا للذكور. فلما جادلهم لوط عليه السلام وآله والمؤمنون الذين اتبعوه ولم يدخلوا فيما دخل فيه القوم من الفواحش والمنكرات، قال الله عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه جريمتهم، إنهم أناس يتطهرون، لذلك ينبغي أن تخرجوهم من قريتكم، لا ينبغي أن يساكنكم أحد من أهل الطهر ومن أهل النقاء، لا بد أن يفسد كما فسدتم، لا بد أن يلغ في الفجور كما ولغتم، وإلا فأخرجوه من قريتكم. وأيضا يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء المبطلين: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، فالله عز وجل يريد أن يتوب على عباده، لكن الذين يتبعون الشهوات، الذين امتلأت قلوبهم بحب الشهوات ولهم نزوات ولهم نزوع إلى فعل الشر والفجور عموما، فإنهم يريدون أن يميل الناس ميلا عظيما عن الحق، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيعني قصص القرآن في هذا كثير. أيضا يقول الله عز وجل في شأن الكفرة: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فهم تطيروا بالمؤمنين
وما من حادثة تقع إلا ونسبوها لأهل الإيمان، إنما أصبنا بما أصبنا به من أجل هؤلاء. وهذا الأمر يتكرر في كل زمان. الآن نسمع بأن سبب التخلف وسبب المصائب هو تمسك المسلمين بدينهم، سبب التخلف هو تمسك المسلمين بدينهم، فلا بد أن يتخلوا عن الدين وأن يتخلوا عن شدة الاستمساك به من أجل أن يلحقوا بركب الحضارة. وهذا في الحقيقة تشويه للحقائق وكذب وافتراء لا يعني لا يخفى ولا يعني يمكن أن يعني يغطى بشيء من الأمور، فهو واضح وضوح الشمس في رائعة النهار. يقول الله عز وجل أيضا في قصة شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تعودوا في ملتنا وفي ديننا وإلى عبادة أصنامنا وأوثاننا، وإما أن نخرجكم من قريتنا. فهؤلاء لا يحبون أن يساكنوا أهل التقوى وأهل الإيمان، وإنما يريد هؤلاء أن يكون كل الناس على الكفر، ويريد هؤلاء أن يكون كل الناس على الفجور حتى يمكن أن يتعايش هؤلاء وهؤلاء. وطبعا هذه من المسائل التي يغفل عنها كثير من المسلمين، بل كثير من خاصة المسلمين من الدعاة إلى الله عز وجل، يظنون أن أهل الكفر يمكن أن يرضوا عن أهل الإيمان إذا أعطوهم شيئا من التنازلات، إذا فرطوا في شيء من معالم دينهم وشعائر دينهم فإن الكفار سيرضون عنهم. وهذا في الحقيقة يعني ضعف وخور وهوان وقلة علم وقلة بصيرة في كتاب الله عز وجل والآيات التي ذكرها الله عز وجل في ذلك صراحة. يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن متى يمكن أن يتوقف الكافرون عن معاداة المؤمنين؟ لا يمكن أن يتوقفوا عن ذلك حتى يردوا أهل الإيمان إلى الكفر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل يمكن لليهود وللنصارى أن يرضوا عن المؤمنين ولو قدموا ما قدموا من التنازلات؟ الآن يعني نرى خصوصا في الذين يعيشون في بلاد الغرب، في بلاد أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وأستراليا وغيرها من بلاد الكفر، بعض المسلمين يذوبون يعني بنسب متفاوتة في تلك المجتمعات الغربية، ومع ذلك لا يرضى عنهم أهل الكفر، يعني يحلقون لحاهم وينزعون حجاب نسائهم، وربما تركوا بعض الشعائر الظاهرة، فمنهم من لا يزال يحتفظ ببعض الشعائر اليسيرة، ربما صلى في بيته، وربما امتنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير وشيء من ذلك، أما الربا فقد ولغ فيه، وأما غير ذلك من المحرمات فلا تسل، ومع ذلك لا يرضى عنه الكفار، لا يرضى عنه الكفار حتى يخرج من دينه، حينئذ يرضى عنه الكفار، لأنه بكل يعني بساطة لم يعد مسلما. وهذا قد صرح به بعض الكفرة يعني قريبا، قالوا بأن المسلم الوحيد عند النصارى هو الذي لم يعد مسلما، هذا هو المسلم الوحيد، هو الذي كان في الأصل مسلما لكنه بدأ يترك شيئا فشيئا من تعاليم الدين حتى لم يعد مسلما، فحينئذ يرضون عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وفجأه الوحي في غار حراء وانقلب إلى خديجة رضي الله عنها فطمأنته وزملته ودثرته، ثم بعد ذلك ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الكتاب العبراني، فقالت له: اسمع من ابن أخيك. أرادت أن يسمع ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار من الملك الذي جاءه فقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، إلى غير ذلك من القصة المعروفة في بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ف
فلما كلمه وأخبره بما علم من حاله قال له من ضمن ما قال: يا ليتني فيها جدعا، يعني تمنى أن يكون شابا حينما يخرج كفار قريش نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب، لأنه كان يعني في قومه يعني مهابا، كان يعني ذا سمعة حسنة، كان صادقا، كان أمينا، لم يكن يعاديه أهله بل كانوا ينزلونه منزلته. فقال له ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني ما من نبي جاء بالوحي الذي جئت به إلا عاده قومه. واسألوا التاريخ، هل من نبي سلم من الإذاية؟ ما من نبي سلم من الإذاية، فكل الأنبياء أوذوا وكذبوا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا في سبيل الله، صبروا على ذلك فاتهموا بشتى التهم، وهذا في الحقيقة مما يزيد المؤمن إيمانا راسخا بأنه على الحق، لأن أهل الكفر إذا عادوا أهل الإيمان فهذا دليل على أنهم على شيء من الخير وعلى شيء من الصلاح وعلى شيء من الإصلاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتهم بالجنون ونسب إلى الشعر ونسب إلى الكهانة ونسب إلى الكذب وإلى الافتراء، مع أنهم يعلمون أن صفاته تخالف هذه الصفات، ولكنه الحقد والحسد ويعني كره أهل الإصلاح، وكره أهل الإصلاح الذي يتمثل في هذه المعادات وهذه الإساءة التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان. يقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني يجتمعون ويأتمرون من أجل أن يثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يسجنوه وأن يحبسوه وأن لا يدعوا أحدا من الناس يختلط به ولا يسمع به لكي لا يتبعه، من أجل أن يثبتوه أو يخرج أو يقتلوه. وهذا يعني أيضا حصل منهم، فقد تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله وعصمه منهم. أو يخرجوك، وهو النفي، أرادوا أن ينفوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلدتهم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله عز وجل يقول، ونختم بهذه الآية، يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يعني ماذا تنقمون منا يا أهل الكتاب، يا أيها النصارى، يا أيها اليهود، ماذا تنقمون منا؟ هل آذيناكم في شيء؟ نحن إنما آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى ونؤمن بالزبور وبكل الكتب التي أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله، فلماذا تنقمون منا هذا؟ نحن لم نصنع شيئا، لم نؤذكم في شيء، لماذا؟ إذن هذا هو جواب الأمر. فإذا استغرب الإنسان وتعجب، لماذا يؤذيني الناس وأنا لم أؤذيهم، أنا في طريقي أعبد ربي عز وجل، أتبع نبي صلى الله عليه وسلم، ألتزم وأستقيم على شرع الله عز وجل قدر الوسع، فلماذا يؤذيني هؤلاء؟ فالجواب ما سمعتم، الجواب ما سمعتم. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أكثر أهل الكتاب فاسقون، خارجون عن الشريعة. فلذلك يؤذيهم من يتمسك بالشريعة، لأنه يظهر نقصهم، يظهر إفلاسهم، يظهر فجورهم، يظهر كفرهم. فلذلك يريدون أن يكون الناس كما هو حالهم جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذا علم المسلم هذا فإنه يتضح له السبب الذي
هو وراء هذه الهجمة الشرسة على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. وهذا يعني كان في بعثة الأنبياء يعني جميعا، ولا يزال وسيزال وسيظل إلى قيام الساعة الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل أن ينصرنا على عدونا، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرفع رايتهم، وأن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.